السلام عليكم. اليوم معنا الفنانة الطباخة ديالنا ديال برشيد، مدينة برشيد. شوفوا خير خير خيورات، هانتوما الخيورات، هانتوما هذه معكم لالة الكبيرة. السلام عليكم لالة. بغينا نسولوك لالة، دابا هذه عملية ديال النقية ديال الدجاج. مرحبا مرحبا، اش كديري فيه؟ كنحيدو ليه المصيرنات، نحيدو هداك الشي لي زايد لي ديال الدجاج، الريش، الشحمة، نحكو بالملحة. كتحكو بالملحة؟ دابا هدا كيترقد غدا، كاين شي مناسبة ان شاء الله كديرو في المناسبة. المناسبات يعني دابا غادي نشوفو التقيدة وغدا علاش ندوزو العملية الأخرى ندخلو. بقاو معنا حضرة المشاهدين. مشاهدي الكرام، راه غدا عاش كاين العمليه، عمليه ديال غنصبو هانتوما هنايا. المهم غدا العمليه ديال الطبخ. الان لالا الكبيره مصوبه لنا كاس ديال الشاي. بسم الله بسم الله. ها مصوبه حلو مسوس، تبارك الله عليك لالا الكبيره، الله يرضي عليك. شكرا شكرا، انت كتشجعي الشعب. هانتوما بغيتو المسوس، بغيتو وهادي لالا الكبيرة اللي ناصبة هنا. شنا هي هادي؟ الحريرة. هاي تتش العرس هذا. ان شاء الله يفطروا بها الصباح. صباح الحاجة الحاجة خدوش. وغدا ان شاء الله نكملوا الفيديو ديالنا مع الطبخ، طريقة الطبخ. لالا الكبيرة الله يخليك، ما ترمي حتى حاجة تكون هنا. لا الريحة باينة، الريحة باينة، الريحة باينة. لا غدا على الجميلة، ما ديريش تنكونوا حاضرين باش نتبعوا معاك داكشي. الله يرحم الوالدين. شكرا، السلام عليكم. معكم لالا الكبيرة من مدينة برشيد، عاصمة ولاد حريز. الطبخ الممتاز، الدجاج اللي غادي يدوز كما كتشوفوا الترقيدة هنا بالحامض. وغدا ان شاء الله تكمل لنا الوصفة ديالها. والسلام عليكم.